الشكر موصول لرجال الإعلام والسلطات المحلية، الساكنة ديال تصل طنط اللي وضعت فينا الثقة ديالها باش أننا نمثلوها ونزيدوا بها القدام. وهذا ما جاش من فراغ، ثقة المواطن ما جاش من فراغ، بل جات من المواصلة الدائمة معهم، المعاينة الدائمة والمباشرة، لأن بحكم العمل الجمعوي كنت فصيلة دائمة مع الساكنة، والدعم ديالهم وثقتهم هما اللي خلوني أنني ندافع عليهم على حقوقهم اللي هي حقوق إلزامية التنفيذ. والحمد لله كنا في حملة، خوضنا حملة، يعني الناس بغاو الجديد وبغاو وجوه جديدة وبغاو الشباب. الحمد لله احنا قدمنا لهم الشباب وقدمنا لهم السيدة زينب شلة اللي هي يعني مستوى ديالها عالي وعطت الكثير في جامعة تصل طنط، يعني مؤطرة وتلمدوا على يديها شباب وشابات، وهذا هو يعني تشكيل المكتب بالشباب الجدد. لانه احنا ماشي احنا انسحبنا عن قناعة، لانه بغينا الرغبة ديال الناس اللي كانت تطلب يعني وبات الجديد وبات البديل. احنا الحمد لله عطيناهم البديل، الشباب اللي يهزوا المشعل ويزيدوا لقدام. دازت الاجوال يعني اخوية، وكان التصويت طلع على السيدة الرئيسة ولا على النواب ولا على كاتبات المجلس والنائبة ديالها، راه داز بالاجماع. الحمد لله ما كاين معارضة، يعني الاشكاليه راه كانت الاجواء يعني اخويه، وهذه جامعه تصل طنط هكا معروف عليها ديما من بعد الانتخابات راه تكون هي المعركه ديال الانتخابات، ملي تفوت الانتخابات راه كلشي تيكون يعني بحال الخوت، يعني ما كاين لا معارضه لا سميتو، وتسير الحمد لله يكون في احسن المستوى، لانه هما اللي غادي يسيروا ماشي احنا. احنا راه ما قبضنا لا نيابه ولا لجان ولا اتحاد، الاخوه اللي قبضوا هما اللي غادي يسيروا. احنا راه يعني بغاو الناس الجديد، احنا عطيناهم الجديد. اليوم تم النصاب وصوتنا على الرئيسة زين بشلة، تنتمناو لها مسيرة موفقة، وشكلنا المكتب اللي تنتمناو أنه يكون فعلا تغيير منهجية تاع التسيير تصل طنط، ونقدروا نحقوا ولو القليل من هادشي اللي شتنا تاع الإكراهات الساكنة تاع تصل طنط في هاد الحملة. تنتمناو نحقوا اليوم ولو القليل ونغيروا شوية في هادشي اللي داز، والحمد لله داز الأمور كلها بسلام، وتنتمناو مسيرة موفقة للمكتب. الأجواء كانت صراحة كلها سلمية وداز كلشي بسلام، وكنا جميعا موافقين على الناس اللي كانوا، لانه فعلا كنا كنتمناو تغيير، واليوم تحقق التغيير في المكتب، ولكن تتمناو التغيير في المنهجيه تاع التسيير، لانه ماشي الشخص بوحدو اللي خصو يتغير، بغينا تغيير في كل شيء ان شاء الله باذن الله. وتنتمناو تصل طنط انه تعلو رايتها وتغيير فيها بزاف الحوايج ان شاء الله باذن الله. الحمد لله اليوم في ظل الاجواء اللي مر بها انتخاب المجلس ديال جامعه تصل طنط، اللي كانت السيده الرئيسه هي يعني المرشحة الوحيدة، وكذلك لا بالنسبة لأعضاء المكتب كذلك، اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى هو التوفيق لهاد الناس ويتوفقوا في هذه المهام، لأنه في الحقيقة هذه ما هي إلا مسؤولية وأمانة اللي كنتمناو لهم باش يكونوا عند حسن ظن الساكنة ديال تصل طنط. وحنا بحكم تجربتنا اللي مرات ما يمكن لنا إن شاء الله تعالى إلا نوقفوا معاهم ونمدوا يدينا في يديهم، هذا الشيء من أجل مصلحة واحدة ألا وهي مصلحة الساكنة أولا ومصلحة بلادنا ثانيا، ويكونوا يعني كنعطيو واحد الصورة مشرفة إن شاء الله تعالى للمجلس ديال تصل طنط، وكيف مرت في الانتخابات اليوم والأجواء اليوم اللي كانت أخوية. والله الموفق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.